السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إن شاء الله من سورة آل عمران ومن الآية رقم 75 نبدأ إن شاء الله. إحنا ابتداء كل حلقة بنقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. تابعوا الآيات دي وقروها، مش بس في الحلقة، اقروها دايما. اللي يقول لك أنا مسني الجن يقراها، العفريت ركبني اقروها، أنا الست دخلت علينا وحسدتنا والنجفة وقعت اقروها. ليه؟ شوف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إذن دي خاصة بالشيطان ها؟ وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر يعني كل حاجة ربنا خلقها ها وحجب لي شر، أنا بستعيد بالله من شر ما خلق، من التعابين بقى ومن الأسودة ومن الجيران، من كل حاجة، من شر ما خلق ها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقل هو الله أحد، دي أنت بتنزه ربنا عن الولد والشريك وهو الأخر. وفاتحة الكتاب دي رقية شرعية، فدي يعني آيات مباركات. والله كل القرآن مبارك، بس في حاجة مختصة زي الأدوية كده، الحاجات دي مختصة بالإيه؟ بالأمراض دي. نقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. والحكمة بتقول النهاردة عندما أذهب إلى الفراش أترك همومي في ملابسي. هتنام وانت حزين ليه؟ ها؟ شايل الهم ليه؟ ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ودوام الحال من المحال.
حامل هم علشان في قضية بكرة ما يمكن تتأجل. القاضي ما عرفش يحصل له ايه، يحصل لك يقول لك براءة. يعني ربنا ما بيقولكش اعبدني بكرة، شوف ما تعبدنيش بكرة ولا تعبدني العشاء، الظهر صلي الظهر بس، ما يمكن تنتقل للعصر. فعيش الساعة بتاعتك بس، ما تفكرش البكرة والبعده، سيبه هو يدبر الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب، ولا واحد يغلط في الكلام عشان الحروف دي كلها مرققة. ومن أهل الكتاب، وتقول من إن تأمنه، في غنة، اوعى تقول من ان تأمن ابدا، في غنة، والغنة بمقدار واحد اتنين ثانية لازم تستنى عليها وتقول من ان تأمن. واحنا بنقول دائما الهاء ضعيفة جدا في المصحف، فاذا وقفت عليها او وصلت بينها وهي مرققة دائما، ما تقولش ان الله او القهار او مطهرة. ها اقول الهات اللي عليك، او عبد الهادي مش عبد الهادي. هنا بقى اقول ايه، بقي بقن، القاف مكسوره، الغنه تبع الحرف اللي بعدها، الغنه هنا بعدها حرف تخين الطاء، واللي يجاور السعيد يسعد، فانا هغن الغنه دي مفخمه. اقول ايه، بقنطار، قولوها معايا، بقنطار بقنطار يؤده. يؤده او ده مش وقف، بس ده وقف تعليمي علشان تعلم الناس، فعند الوصل تقول يؤده بدون مد، يؤديه عند الوصل من اجل الهمزه اللي جايه، تقول يؤديه، هقولوها ورايا، يؤديه اليك. تفضل قول لي، ومن اهل الكتاب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. جميل، والله يا ريتكم كل المستويات كده. ومنهم، في ميم بعدها ميم، احنا دايما بنقول ما دام تلاقي حرف بدون تشكيل بعديه حرف، دخل الحرف اللي بدون تشكيل في الحرف اللي بعديه. في هنا ميم، دخلها في الميم دي وتقف عليها بقى عشان هتبقى مجوز، تقول ومنهم من، ما تقولش ومنهم من ابدا، ومنهم من ان تأمنه. الهاء احنا قلنا ضعيفة، بدي ما تقولش بدينار، بدينار نار، بدينار بدينا، شوف بدينار، الراء هنفخم عند الوقف فقط. قل لي ومنهم من انت منه بدينار، وتقف من غير اعوذ بالله، هو مشي راح في نصيبة الشيطان، مشي واحد بس اللي يقولها الفلان وخلاص. قولها، اسمعني، كل نون عليها السكون لا تغن، اشتغل ومن، يبقى انت بتغني خلاص، ومنهم على طول. قل لي ها، خلينا بس هنا، انت اول مره تيجي اوعى تغيب بقى، اذا كنت عاوز ينادى عليك يوم القيامه اين اهل الله، احفظ القران واقرا القران. دي ومنهم من ان تامنه بدينار، ومنهم من ان، من ان، لا لا. طب ايه اللي بعده، وخد بالك قوي، قول لي يا سيدي علشان كده الوقت بيبقى عندي كده، اتفضل قول. ومنهم من،
تأمنه بدينار. جميل. لا يؤديه خدناها إليك إلا ما دمت عليه قائما. ده مد لازم، مد واجب، لازم تمد الماء، ما تقولش قائمة أبدا. أعرفوا إزاي المد ده؟ إحنا قلنا شرط عريضة فوق الألف وبعده لازم تلاقي همزة أوتوماتيك. إسرائيل، سماء، بناء، سوء، سيئة، بئ، وهكذا. مين اللي معاها المايك؟ قولي إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت عليه قائما. جميل. أنت بتحفظي ولا ما بتحفظي؟ بتحفظي الناس. ما باين الجواب بيتقلم من عنوانه. أصلك إحنا الفرقة دي علشان، مش علشان تقرأ القرآن كويس، عشان تقرأ الناس كويس. حط في دماغك هذا. فده ما ينفعش إنك تيجي كل أسبوع تقعد لك نص ساعة وتمشي، ما ينفعش. ذلك بأنهم، النون لازم تغنى اهي، قالوا ليس علينا في الأميين. أنا عندي الياء وبعدها ياء عاملة زي البطة جنبها، اسمه مد التمكين. اتنين ياء، أقول إيه؟ في الأميين، في الأميين. قولي قالوا ليس علينا في الأميين. اللي بعدها قالوا، قالوا ليس علينا في الأميين سبيلا. جميل. سبيلة. جميل. شوفوا بقى بيحضروا معانا ما شاء الله. ما قلش هنا بقى ويقولون. يا أهل القرآن ما تقولوش ويقولون ويا، وياك وياك، مش وياك وياك، مش إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. الياء في المصحف كله. أمال قلنا ليه ويقولون؟ علشان القاف. شوفوا، ما أنا بقول القرآن سهل. لما تلاقي حرف تخين خص ضغط انقذ في كلمة، قول حرف حرف. ويقولون، ما نقولش على الله، على الله. شوف، لو تقول على الناس، على. أمال قلنا ليه على الله؟ علشان اللامات هنا مفخمة بتاعت اسم الجلالة الله. إذا نقول على، على الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده. إذا وصلنا بعهده، إذا وقفت، عشان بعد هاء الضمير في ياء صغيرة عشان تمدها، هي مرسومة هي قدامكم. ما تقولش واتقى. من أوفى بعهد الله واتقى. واتقى. من اللي مع المايك؟ اللي أرى خلاص قريت قولها. قول بلى من أوفى بعهده واتقى. بلى من أوفى بعهده واتقى. جميل والله. خلاص خلاص تقف هنا. خلاص نشرح. يبقى ادي المايك للي بعد. هنا برضو ما اقولش فان الله، فان، فان الله يحب. ما اقولش المتقين بقى، تقولوها ايه؟ المتقين. اقليه. ها المتقين برضو اقليه. والله المتقين. اصحوا معايا، سمعوا الناس، في ملايين بيسمعونا دلوقتي. ان الذين، وما دام هتقول المتقين عمرك ما هتقول لي الذين يشترون. يشطى هتقولوها ايه؟ يشترون. السيدات قولي لو سمحتي، ان الذين يشترون بعهد الله. وتقف. ان الذين يشترون بعهد الله. جميل. شوفوا القراءة السليمة بقى. وأيمانهم ثمنا قليلا. ثلاث حروف بطلع فيهم طرف اللسان وربنا جمعهم في بعض آيات كده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله
لا يظلم، طلع لسانك في كل ضاء، إن الله لا يظلم مثقال الثاء، مثقال ذا ذرة، الثلاث حروف اللي في المصحف كلهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ثمرة ذات ظل، ثلاث حروف. إذن هنا أقول ثمنا، ما تقولش سمنا، سمنا دك بقى من السمن بقى، السمن على الفول دي دك بالسين بتاعت السمن دي، ها حاجة. لما تقول حاجة سمينة يعني عجل سمين في دهن كتير سمين، إنما جواهر ثمينة لازم بالثاء، لازم تطلع طرف اللسان. شوفوا بقى الدهنة من الجواهر ايه الفرق، اطلع طرف اللسان. ثمنا قليلا اولئك. اما التنوين اللي بعده همزة ما غنش، قليلا اولئك، وهنا المد الواجب اولئك لازم امد بقى اولئك، ما اقولش لا خلاق لهم، لا لا خلاق، تقولوها ايه؟ لا ابتسامة توريني بياض سنانك الجميلة، لازم توريني سنانك، لا، وبعدين خب سنانك، لا خا، لا خا، وبعدين وريني سنانك مرة أخرى، لا خلاقة، إنما لو تقول لا خلاقة، لا خلاقة، على وتيرة واحدة الشفايف تقنتين اللام واللام رفيعة، لا خلاق لهم، وشوف لهم لا خلاق، لا لا خلاق لا، الله ايه هو هي دي اللام، اللام ذكرت 33,522 مرة كلها مرققة، إلا في اسم الجلال الشرط يكون اللي قبله مفتوح أو مضموم، إن الله عبد الله اللهم، على هذا ولحم طير مما يشتهون، مش ولحم طير، اللبن لبنا صافيا لبن، خلاص. ولا تشوفوا هنا ولا يكلمهم الله، ولا ما قلش ولا ينظر، ولا ينظر تقولوها ايه، ولا يا السنان برضو الابتسامة برضو، ولا يا، وبعدين الغنة تخين، احنا قلنا اللي يجاور السعيد يسعد، ولا ينظر، وهنطلع لساننا بقى في الضاء، ولا ينظر إليهم، وما نقولش يوم القيامة، القيامة ألقيه، ألقيه في اليم، القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإحنا بنقول أي تنوين في المصحف مش هنا بس، بعده همزة ما نغنش، نقول عذاب أليم، ونتعلم العين من هنا، ما نقولش عظيم ولهم عذاب عظيم، ده انت لسه بتقول عذاب، تقول لي عظيم، ها عذاب عظيم. طيب معنى ايه بقى معنى الكلام اللي خدناه ده؟ ومن اهل الكتاب، برضو مش كل اهل الكتاب، منهم برضو، لان ربنا بيقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، بس ده كان زمان قبل نزول القرآن، نزل القرآن خلاص كلهم، مش عايز أقول. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، بالقنطار يعني بيعرفك إن حاجة ضخمة جدا، يعني مش يعني بقنطار يعني أي حاجة قنطار، لا، حاجة ثمينة جدا، مبالغ طائلة جدا، بالمليارات، ذهب ياقوت، أحمدك يا رب، تديله الحاجة دي يرجعها لك كاملة غير منقوصة. ومن أهل الكتاب من أنت من بقنطار يؤديه إليك، عندهم ذمة. ومنهم من أنت منه بثلاثة ساعة بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، بأي حاجة تدهاله يأكلها عليك،
هل في أهل الكتاب الفاظ؟ لا والله، وإحنا كمان بعض المسلمين للأسف كده ويكتب، ها، وإحنا بنقرأ في الجرائد بالملايين، يضحك على الناس ويهرب بيها. تهرب بإيه؟ أنت هتاكل إيه؟ إحنا قلنا قبل كده لو واحد عنده ها 100 فدان رز وعاوز يتغدى هياكل ايه؟ ما هو طبق، ما هياكل طبق. عنده 1000 بدلة، ما انت هتلبس بدلة واحدة وهتموت وتسيب كله. والله كنت قريت يعني ملك من الملوك مات الله يرحم الجميع، عنده 3000 عربية، 3000 عربية مخصوصة بقى مش زي اللي احنا بنركبها بمواصفات، 3000. يعني لما تيجي تحسبها كل 10 سنين يجي دور العربية دي، 3000 عربية. ولما مات ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ما كانش فيه مكان يندفن فيه. سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، ينزع. هنا ومنهم من تأمنه بدينار يدوخك عليه، تاخد منه بضاعة تسلفه حاجة بتاع، روح بقى المحاكم بقى، واحد بيقول له اديني 100 جنيه، قال له طب تبوس ايدي، قال له ابوس ايدك علشان 100 جنيه، قال له انا لما هطلبك هبوس رجلك يا اخي. ومنهم من انت منه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة، تروح له البيت وتروح له الدكان وتطرده بقى، ها فين يا وتفضحه، يديهم لك بقى بالقطارة اذا ادهم لك. احنا برضو في عصرنا هذا، بس اهل القرآن ابدا، والله اهل القرآن التبر زي التبن عندهم، الدنيا كلها تراب، الدنيا كلها تراب وما عليها تراب. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا أهل المسلمين دول ممكن ناكلهم، ممكن نسرقهم. المسلمين أبدا مش كده أبدا. حق الناس بيعبد بقرة، بيقول إن ربنا مفيش، يقول لك إن الله له ولد أو المسيح له، دي حقوق. أنا خدت منك حاجة أرجعها لك كاملة أنا كمسلم كده. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. حتى غيروا التوراة والإنجيل، غيروا كلام ربنا وكتبوه بإيديهم يعني. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. العمل، قلنا في حلقة امبارح ربنا مش عايز يعني يبصلك لجسمك ولا لدقنك ولا لعمتك ولا لبدلتك، عملك ايه وهل ده لله ولا مش لله. واحنا قلنا امبارح في الحلقة يعني في واحد امريكي تبرع برقم خيالي جدا في الجرايد قريته انا يعني شخصيا، 37 مليار دولار تبرع بها للفقراء والمساكين والمرضى والايتام والغلابة. 37 مليار، المليار 1000 مليون، يعني يتبرع ب 37 ألف مليون دولار للمساكين والغلابة. إنما يجي في يوم الجمعة يوم القيامة ربنا يجعل هذا هباء منثورا. ليه؟ ما المرضى خفت والناس كلت، ما كانش لله، ما كانش ليا، انت جاي تاخد مني ليه؟ انت ما عملتليش حاجة، انت عملت للناس، خد للناس. اذا كل عمل لازم يكون لله خالصا،
مش للحكومة، مش لمجلس الشعب، مش للراجل ده، مش للضابط، مش للمجير، مش للأمير، لله خالصا. فإن الله يحب المتقين. بقى تدخل الجنة خالدا فيها. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. أمال ربنا هيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ده كلام يا ريت ما يسمعوه. شوف لما ربنا يقول لهم اخسأوا فيها وهم في جهنم اخسأوا فيها ولا ومش هيشوفوه. أجمل متاع إنك تنظر إلى الله يوم القيامة، تتمتع بوجه الله، ولا تقول لي لا جنة ولا حور ولا فاكة ولا النار. هم هيحرموا يوم القيامة لا من نظر إلى، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم. اللي باعوا دينهم بثمن قليل. كنت عايز أشرح ثمن قليل ديت، إنما الوقت خلص. إن شاء الله يمكن بكرة نقولها في الحلقة الجاية نقرأ مع بعض. اقروا بقى معايا، ها المدود قد بعض. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. علّ صوتكم لو سمحت عشان يبقى في انسجام في ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.